يا مساء الجوافة على كل مشاهدي قناة تنو، بالتحديد مشاهدي برنامج حكاية بنات. حكاية النهاردة، لا ثانية قبل ما اخش في حكاية النهاردة بالحق، طولش عليكم، قولي طولي. بقلب كده على السوشيال ميديا فلقيت نفسي وقفت شوية عند موقف غريب. لقيت بنت كاتبة على السوشيال ميديا عندها او على الاكاونت بتاعها يعني انها بتشتغل في شركة وكانت محل ثقة جدا لمديرتها، لدرجة ان هي بقت مسؤولة عن تمرين كل الموظفين الجداد اللي بيخشوا الشركة. ده معناه ان بقى عندها شيء من الخبرة. المهم مع الوقت البنوتة دي اتفاجئت ان مديرتها بدأت ترقي البنات الجداد وهي زي ما هي، محلك سر، لا بتتقدم ولا بتتأخر، زي ما هي. بس استغربت شوية، يعني ليه بعض الستات، خلينا ما نقولش كل الستات لان في نوعية من الستات العكس تماما، بس في نوعية من الستات ما بتفضلش ان هي تشتغل مع الستات اللي زيها. بعض الستات بتشوف انه احنا فاهمين بعض قوي فمش هنعرف نشغل دماغنا على بعض، مش هنعرف نقول حجج لبعض ونقتنع بيها، فتفضل ليه تتعامل مع الراجل. تبص تلاقي لو راجل طلب منها حاجة تقول له عينيا يا سلام مش عارف ايه ده انت تأمرني، حتى لو هي ما يعني ما فيش اي فليرتنج جواها ناحيته عادي، بس هي تحب تخدم الراجل من منطلق انه انا اللي خلصت لك المصلحه الفلانيه، او انا البنت اللي انجزت لك اللي مش عارف ايه. في حين لو زميلتها طلبت منها حاجه تبص تلاقيها لا ممكن تتقاعس شويه. مش هنقول ان كل الستات كده، انا واحده من الناس، لا بشوف ناس بتحب جدا تتعامل مع البنات وفي ناس تانية تحب تتعامل مع الولاد. حقيقة كاميرا حكايات بنات نزلت الشارع وصورت مع ناس كتير، تعالوا نشوف الناس في الشارع كان رأيهم ايه في الموضوع ده. استنونا يا زبادي. طبيعة الحريم كده ان اي واحدة يعني ممكن هي التانية تكون اصلا بتسأل عشان تكيد فيها، لا ده انا جبت احسن منك، فبيبقى في حزازية شوية، لكن جوزها اخوها مش عارف مش هيجيب الحاجة اللي هي جايباها يعني. ان كيد النساء عظيم، بس اذا جيت عليها، بس اذا انت معاها ومضبط امورك معاها تشوف من الست اشياء ممتازة. يعني انا واحدة من الناس ما يفرقش معايا يعني اعمل لحد حاجة اساعده ليله يعني لوجه الله. غير الزيادة بتبقى عاملة زي تمكن كده، هي عايزة تعمل حاجة مش عايزه حد يعمل زيها. مش موجود، لا خالص طبعا، ده اشاعه طالعه علينا. الانثى عامه بيبقى عندها الحته دي ان هي تحب تبقى السبوت عليها دايما غير الراجل يعني. ممكن يكون موجود بين يعني ده بيرجع لطبيعه الست نفسها. في ممكن واحده بطبيعتها لا بتبقى منحازيه شويه للستات وبيحبوا يساعدوا بعض، لا في واحده ممكن تقعد بص لا جنرال لا هي بتبقى متشافه قدام اي حد. ده خلاص كان زمان الحوار ده. والله دلوقتي البنات لبعضها. الست هي الست زي ما هي. إن شاء الله عمرها سنة والله عمرها 100 سنة، هي نفس الشعور ونفس المشاعر ونفس الكلام يعني. لا ما احنا ما عندناش كده النساء خالص. آخر رأي اتقال ده أنا كنت متصورة إنه ده هيبقى رأي الأغلبية، اللي هو لا احنا كسات لا ما نغيرش من بعض، بالعكس احنا بنبقى فاهمين بعض، بس أحيانا إن آراء الناس اختلفت. طيب تعالوا نشوف آراء بقى ضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا النهاردة في الفقرة الأولى من برنامج حكاية بنات. مشرفاني ومنوراني المحامية إيمان محسن وكمان الكاتبة سهيلة الرملي. عاملين إيه؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. الأول أنتوا سمعتوا البوبس شفتوه؟ إيه رأيك الأول في آراء البنات أو آراء الناس عامة؟ هي آراء الناس جاية من يعني هو فعلا يعني احنا مختلفين فيه، ساعات أوضاع بتبقى الستات فيها داعمة جدا وبتساعد جدا ما عندهاش مشكلة، وفي أوقات تانية بتبقى الستات اللي هي ما عندهاش ثقة في نفسها كفاية أو شايفة إن أي واحدة تيجي تغطي عليها بتستسهل في إن هي ما تساعدش الستات اللي زيها يعني. طيب أنتِ شايفة إن مثلا في نوعيات شغل الستات ينفع فيها تتعامل مع بعض وفي نوعيات شغل تانية لا لازم راجل هو اللي يتعامل مع ست؟ بصراحة في حسب نوعيات الشغل بقى. وبعدين خلي بالك برضو هي النوعية مش بتفرق قد الشخصية اللي ماسكة الشغل ده. يعني ممكن اصلا ايه يعني انت تبقي ماسكة المكان بتاع شغل، يجي حد جديد عايز ياخد منك خبرة فانت هتعلميه، بس هل بقى هو هيبقى أذكى منك في حتة العلاقة العلاقات الاجتماعية وديناميكيته بالمكان علشان يعلى عليكي ويغطي عليكي ولا لا؟ وهل انت هتتقبلي ده؟ ما
هي بقى الفكره ان انت يبقى عندك الحيطه والحذر في التعامل مع الشخص ده، علميه بس بالراحه. في دايما جمله كده يقول لك ايه، عدوك ابن كارك. مهما كنت انا سويه نفسيا، لما يبقى الموضوع متعلق باكل العيش انا ولا انت، لا ده انا ده اكل عيش. ايه رايك في ده؟ انا رايي بشوف ان يعني احنا نقدر ان احنا نقضي على الحته دي، لان انا بصراحه انا بؤمن بفكره تانية. عدوك مش ابن كارك، عدوك البغبغان في كارك، يعني عصفوره لا اللي هو بيقلد من غير ما يبقى عنده وعي. يعني انا مثلا بشوف ناس كتيره هي بتبقى عايزه تبقى نسخ من ناس تانية، دول بيبقى جواهم غيره من الناس اللي هم حتى بيقلدوهم او حتى من الزملاء المحيطين، وفي نفس الوقت بيبقوا قافلين على نفسهم سكه التطور خالص. فبالتالي بيخافوا من اي جديد. لكن انا بشوف ناس بتقعد في شغلانات ل 20 و30 سنه وبيبقوا محتفظين جدا بمركزهم، دول بيبقى عندهم دايما تطور ومرونه، فده بيؤدي ان هم يعني ما بيقدموش. فالفكره في شخصيه البني ادم نفسه اكتر من ان يجي جديد او لا. يعني وخدي بالك دايما يقول لك الشاطر ما يخافش. بالظبط، يعني الشاطر ما يخافش من المقارنات، ما يخافش ان هو تروح عليه، ما ورزقك برضه هيجيلك. بس خليني كمان اروح لايمان. ايه في شغلك او في الحياه بشكل عام شفتي فيه اللي احنا بنتكلم عنه ده، انه فعلا تعاملات الستات مع بعض بيبقى فيها كده ايه، نوش زي ما بنقول كده؟ او انا شفت ده في القضايا، يعني انا كشغلتي محاميه حره، انا ما بتعاملش مع يعني ماليش عدو في كاري والكلام ده ما عنديش، لان انا شغلي حر. يعني انا بستنبط شغلي من واقع القضايا بتاعتي والمستندات وكلام الموكل كمتلقي، وان انا بكون النتيجه وانا اللي يعني بوجه المحكمه للنتيجه المرغوب فيها، سواء نفقه طلاق خلع. لكن اللي انا بشوفه ده الكد والنفسنه والحاجات دي في العلاقه مع اسره. يعني ممكن تلاقي حما بتغير من مرات ابنها. أوكي. السلايف، خراب البيوت بيبدا من هنا، من الغيره وعدم المساعده وعدم تقبل الاخر. فمن هنا بتطلع المشكله. ايه اصعب قضيه اشتغلتيها وتخضيتي من كميه كيد النساء اللي موجود في القضيه دي؟ لا كتير، انا ما عنديش اصعب قضيه، انا عندي قضايا، فالموضوع عندي متشعب. اكتر حاجه اللي هو انت وانت بتقري انت تخضيتي، او الموكله وهي قاعده بتتكلم معاكي، هو في ستات بتعمل كده؟ انتوا مش شغالين مع بعض، انتوا نسايب. هي كانت مش اغرب قضيه، كانت اكتر قضيه كوميدي في حياتي. كوميدي؟ اديني انا بقى في الكوميدي، انا عايز كوميدي ومش شايفه الالوانات، انا حاسه متفقه. هي كانت الفكره ان البنت كانت متجوزه جديد وداخله بيت عيله كله سلايف وحق، ويعني كلهم سلايف مع بعض وكده. حلو. وكان في واحده السلفه كبيره بقى اللي هي بتبقى متجوزه كبير، دي مشهوره باكله، يعني كل الناس بقى لازم يقعدوا على السفره لازم تحط الاكله دي عشان الكل يقعد يشيد ويمجد بيها. اوكي. طب احنا عايزين نعرف يا جماعه طريقه الاكله دي. كل ما اللي هي الموكله بتاعتي تيجي عشان تعرف الاكله دي تلاقي ان بتقول لها بطريقه غلط فيطلع طعمها وحش، فعشان جوزها لما يقعد يقول ايه يا دي فلانه دي لا ما تجيش بطعم الاكله بتاعتها حاجه، ده مش عارف ايه. والله عايز تقنعيني ان هي راحت رفعت قضيه. لا ما انت اسمعي بقى، ولا الموضوع ليه بقيه؟ خلي بالك في ناس دماغها صغيره جدا جدا، في ستات دماغها صغيره جدا، يعني دي تبقى بذره الموضوع. بذره الموضوع تيجي مثلا رايحين فرح لازم كل يعني هي تعرف هم هيلبسوا ايه علشان هي تبقى مختلفه عنهم، وتبقى لازم الكل يشيد بيها كأنها عارفه الملكه، يعني فاهمه. فهي ما عندهاش بقى الموكله بتاعتي، ما عندهاش بقى حته ان انا اقعد امجد فيكي وقول يا قد ايه انت جميله. انا ما اعرفش ليه البنات دايما، ما اعرفش ليه البنات دايما بيروحوا ناحيه اجمد واحده. ما كلنا عارفين يا جماعه ان اجمد حد محمد صلاح، ما يمكن هو دخل اوضه اجمد حد وقفل وراه ومش عايز حد يخش، يعني ليه ننافس محمد صلاح في موضوع انه اجمد حد؟ او المهم انك تبقي لابسه حاجه لايقه عليكي، شبه تربيتك، لايقه على بشرتك، لايقه على شعرك. ما هي السلف ده السن، هي السن دي سلفه كبيره وشايفه ان الصغيره دي هي حاطه دماغها بتمغ الصغيره. لا هو موضوع السلف ده المشكله ان الغيره هي اللي ادت لخراب بيوت. هو موضوع السلف ده احنا لازم نعمل له سيزون، اسمعي مني بس، لازم نعمل له سيزون، لان كل مره بتنبهري الواقع بيبهرك. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني، استنونا يا زبادي.
ورجعنا ولسه مكملين مع حضراتكم فقرات برنامجنا برنامج حكايات بنات، لسه مكملين مع قعدة البنات الحلوة اللي ما بنزهقش منها. سهيلة، عايزة أعرف حاجة. أكيد اتعرضتي لموقف ليه علاقة بكيد النساء في الحياة، بعيدا عن الشغل بقى، لا أنا عايزك تفتحي لي الأفق وتوسعيها كده. احكي لي عن موقف ليه علاقة بكيد النساء، سواء إن كنت تناولتيه بشكل أدبي كتبتيه أو حصل معاكي أو شفتيه قدام عينك. أنا مرة حصل، أنا بيحصل معايا موقف كتير بس يعني من أبرزها مرة حصل معايا موقف، كنت لسه داخلة الجامعة لسه صغيرة معرفش أي حاجة، وأنا كنت مهتمة قوي بالدراسة وبحبها وكده، وكان في واحدة أنا أعرفها يعني علاقتنا كويسة ببعض، هي من النوع اللي بتحب تكتب ورا الدكتور ملاحظ، أو يعني من النوع اللي هي بتركز قوي في المحاضرات، فأنا عارفة إن البنت دي ما كانش بيبقى عندها أي مانع إن هي لو حد فاتته حاجة إنها تديها له يعني. أنا كنت بشوفها تمام. فحصل موقف إن أنا مرة كنت تعبانة وما جيتش، وكان مترتب على الليكتشر دي إن في كويز على الفكره بتاعت المحاضره دي. رحت قلت لها انا عايزه الحاجه اللي انتوا خدتوها. قعدت اسبوع كل يوم تقول لي ايه هديها لك وما بتجيبهاش، فانا زهقت في الاخر، راحت ادتني حاجات لي هو ده وجاي منه الكويز وتمام ماشي. فانا حسيت ان ايه في حاجات في المنهج يعني، انا عشان كنت بحب الدراسه فذاكرت كل اللي احنا خدناه بغض النظر. دخلت لقيت سؤال تاني خالص اللي جاي، وهي ما قالتليش عنه، او يعني قالت اصلا ده لغاية يعني، قالت كلام كده كتير انا حليته وتمام. خرجت لقيتها واقفه مستنياني قدام الحاجه على اساس ان هي تفتعل خناقه او نتخانق يعني. هي كمان عايزه تتخانق. ده اللي انا فهمته، ان هي بتعمل كل ده عشان خاطر اتخانق معاها. فانا رحت بمنتهى البرود، رحت ماسكاها من ايديها ورحت رايحه عزمها على عصير، يعني ان انا فرحت ان انا حليت كويس فتعالي ننبسط سوا. بس لا، بس ده نوع من الكيد الكوميدي. انا كان نفسي تفاجئيني بموقف كيد غل كده، وفي واحده الغل بيبقى مترابط يعني كتير قوي، يعني مش واحده بتعمل فيك موقف مره واحده. هو في شخصيات اللي هي كل ما تشوفك يبقى طب انت بقى ايه هتعملي ايه بعد كده، طب انت مستنيه ايه بعد كده، طب يعني كل كده اللي من تحت لتحت اللي في الكلام. انا كل ما اقابل حد يبقى مثلا شخصيه انا ماليش علاقه بيها، بس مثلا قعدنا قعده ولا حاجه، الاقي هي حافظه كل اللي انا عملته وكل التطورات، طب وانت مش ناوي تعملي هي مذاكره دماغك انت قوي. خلينا طيب خلينا ناخد لميا من اسكندريه. يا مساء الزبادي. يا مساء القمر، ايه الاخبار يا حبيبتي؟ الحمد لله. انت اخبارك يا لميا؟ منوره استاذ انا ده. ربنا يخليكي حبيبتي. قولي لي. كنت حابه ان انا اقول ان دايما مش مواقف كده النساء والستات تمسك في بعض، مش شرط ان هم يكونوا زمايل بس في الشغل، ممكن تكون واحده وبنت خالتها، واحده وبنت عمها، بنت عمتها. بنتعرض لمواقف زي دي، زي مثلا البنات دلوقتي تقول لك انا لازم اتجوز مثلا عن حب. يعني في موقف شخصي انا اتعرضت له، كنت انا بحب واحد وبنت خالتي كانت بتحب واحد، هي اتخطبت له، جت وقفت لي وقالت لي انا اتخطبت للي انا بحبه، وليه انت بتحبيه ما جالكيش؟ يلا بينا. فبنتعرض فعلا لمواقف اللي هو خلاص الله يسهل لك الحاله، هنعمله ايه؟ لا بس بصي، انا ما اخافش من الشرير الواضح اللي هي بص يعني بص، هي لما حصل ناحيتها كيد راحت مديها لك في وشك على طول، اللي هو ايه على فكره انا اتخطبتي وانت لا، انا مش عارف مين، فاهمه؟ دي واضحه، دي ما تخافيش منها. ايوه دي نصيحه بقى من اختك، فاهماني؟ ما تخافيش من دي. الشرير الواضح ده تمام، وانت عارفه مقاسه ايه، تمام؟ انما الشخص الان اكسبكتد ده اترعبي بقى، خافي، خدي لك ساتر. احيانا الكلام بيكون واصل او عامل زي السيف كده بيذبح. فدي دايما بتكون مشكله بنتعرض لها، واحنا كستات بطبيعتنا اصلا احنا حساسين، يعني كلمه واحده بتاثر فينا. والله ده احنا حساسين لدرجه ان حبوب الشباب بتغلبنا والله، لو زعلنا تبص تلاقي وشنا باص حبوب شباب. لميا شرفتيني ونورتيني حبيبي قلبي. تسلمي حبيبتي، شرفتيني، خطوه فرصه سعيده ومكالمه لذيذه. طيب اكيد 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 يا ايمان، شفتي محاميات او بعض المحاميات اللي هم بيبقوا تحت التمرين، اللي هم لسه متخرجين جمال كده، برنوتات وزويز وبتاع، وبينزلوا محكمه لاول مره ولسه بيهابوا الدنيا مش عارف ايه، اكيد لازم يحصل كيد مش في مكانه، اصل انتوا برضه شغلكم صعب، اللي هو محاكم وقضاء وكلام ما فيهوش مجال الهزار، او ما فيش مجال ان احنا نغل من بعض بره سور المكان ده. بس اكيد بيحصل حاجات كوميديه ليها علاقه بالبنات حديث التخرج اللي هما بيخشوا يصطدموا بالواقع.
هو احنا بصي عندنا في مهنتنا مفيش كيد، يعني الكيد ما بيبقاش يعني في صالح المحامية، لانه هيضرها. وبعدين اللي بتدخل المحكمة تعاملها مع ايه؟ مع قاضي وموظف او نيابة وموظف. ممكن زميلة ليكي في قضية تانية خالص، خلاص، او محامية خصم ليكي، والموضوع بدا يروح ان هي مش بتدافع بقى عن خصمها، يعني هي قضيتها الاساسيه يعني انه انا موكلي لازم اجيب له حق، بس الموضوع انت حاسسه ان بقى في نديه، هي عداوتها معاكي انت دي مشكلتها بقى. ده انا في الحته دي بصي ده يعني قابلتي قابلت يوديني هنا بقى. مش شرط تبقى واحده، ممكن كمان يبقى محامي، بس خلي بالك بيحطوني في دماغهم. بس خلي بالك بقى هنا النقص ما بيبقاش عندي، انا بخليني في قضيتي واسيبه هو يعني او هي مع نفسها، ماشي. انا انتصاري عليها في قضيتي. دايما اللي بينفسن ده او بيبقى حاطك في دماغه هو شايف عنده نقص جامد جدا. لمحتي من شويه ان ممكن الكيد كمان يحصل بين محامي ومحاميه، راجل وست. ما هو في شغل، في وظيفه. خلي بالك الكيد ده مش مقتصر على نفس الجنس. الكيد ده راجل وست، ست وراجل، ستتين مع بعض، رجلين مع بعض. لان هو الكيد متعلق بعقده نقص، هو عنده نقص بينتقد شيء ما جواه، شايف ان انت دايما احسن منه سواء راجل او ست. فبيحاول ان هو يضايقك انت ليه؟ علشان انت تنزلي المستوى نقصه ده فتبقي انت مواجهه ليه. طب هل الكيد اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو محامي ومحاميه، طب لو محامي ومحامي ممكن يحصل بينهم الكيد ده؟ ايوه، لان هو دايما شيء. ما هو الكيد بسبب ايه؟ واحد ناجح قوي، متطور، شاطر، عبقري، متميز، ماشي، وواحد روتيني اقل، تمام. فهنا يحصل المشكله. هو الطبيعي ان انتوا عكس بعض، لان انتوا الاثنين بتطلبوا حاجتين عكس بعض. لا بس احنا المصلحه ايه؟ واحده. فهو كده ده يضر ويضر موكله، لكن المحامي الناجح ينجح نفسه كاسم وشهره ويعلى بموكله. الكيد هنا بيضر الناقص، ما بيضرش الناجح، والناجح يكمل ويبص لطريقه وهدفه، ما يبصش دايما اللي حطك في دماغه ده هو ده اللي بيفشل مش اللي بينجح. طيب عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت شايفه ايه الفرق بين كيد الرجاله في بعض، بما ان انا بقى بكلم الكاتبه مش بكلم البنوته، كيد الرجاله في بعض وكيد البنات في بعض، ايه الفرق بين ده وده؟ هو الفرق الوحيد بينهم ان الستات كطبيعه اوضح، بمعنى ان لو واحده متضايقه من واحده هي مش هتعرف تحطها جواها كتير، يعني هتيجي في حته معينه هيبان، وممكن يتخانقوا وممكن يعملوا مشاكل. الرجاله فيهم طبع انا شخصيا بستغربه، انت ممكن يكونوا قاتلين لبعض ناس عادي في مشاكل كبيره جدا، وفجاه تلاقيهم بيتعاملوا مع بعض مفيش مشكله في نفس الوقت. يعني دي حاجات انا شفتها، يبقى في خناقه كبيره واصله لحاجات مش حلوه، يعني انت تقولي مثلا عمر ما ده هيكلم ده تاني عمره، وتلاقيهم مثلا بعد يومين ثلاثه بيتكلموا. لا، ولما تاخدي كل واحد فيهم على حده هو الاحقاد موجوده، بس هما بيتعاملوا. فانا بشوف دي ميزه ولا عيب؟ هي ميزه ظاهريا، ان يعني ايه، ما حدش بيعرف هو ايه اللي بيضايقه، فبيهدي حاله شويه. وعيب ان هو نفسيا بيبقى تعبان جدا، فممكن تيجي حاجه بسيطه تبوظ نفسيته لمجرد ان هو مش قادر يخرج. غير الستات طبعا. الستات كل حاجه. سهيله وايمان شرفتوني ونورتوني، وانا نسيت تماما ان دي محاميه ونسيت ان دي كاتبه. انا حسيت ان الموضوع كان قعده بنات قوي، عشان كده مش شبعانه خالص من الفقره. شرفتوني ونورتوني خطوه عزيزه. هطلع فاصل وارجع تاني، استنونا يا زبادي.